السلام عليكم متابعي قناة المجلة الكرام. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من أن يتزوج بنت أبي جهل مع أنها كانت مسلمة وقد كان أبوها مات أيضا في ذلك الوقت؟ لماذا حرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلا؟ المجلة قناة الإبداع في عالم المعرفة. والإجابة على هذا السؤال أعزائنا المشاهدين هي كالتالي: أولا، يجب على المسلم أن يسلم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه مهما أرجف المرجفون وقال الأفاكون، إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه فيمنع منه حينئذ، كعدم قدرة الرجل على العدل وخشيته من الظلم أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه. ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره. فعن المسبر بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور. الأول، أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وفي لفظ: فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. رواه البخاري ومسلم. قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق، فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا. قال ابن القيم: وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناؤه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، تعريض بعلي رضي الله عنه وتهيج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. وما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها. الثانية، خشية الفتنة على فاطمة في دينها،
كما جاء في رواية البخارية: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. وعند مسلم: إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها، وهي سيدة نساء العالمين، خاصة وأنها فقدت أمها ثم أخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر، ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. قال الحافظ ابن حجر: وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. الثالث: استنكار أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال النووي: وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. قال ابن القيم: وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. الرابع: تعظيما لحق فاطمة وبيانا لمكانتها ومنزلتها. قال ابن حبان: هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل. قال الحافظ ابن حجر: السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها للحد من تعدد الزوجات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. رواه البخاري ومسلم. لماذا الاشتراك بقناة المجلة؟ المجلة منصة إعلامية تثقيفية رقمية شاملة. أسرار وملفات غامضة تفتح لك لأول مرة عبر هذه المنصة. فريق متكامل يسعى لإثراء المحتوى العربي وزيادة الرصيد المعرفي لدى المواطن العربي على اليوتيوب. اشترك الآن وانضم إلى آلاف المشاهدين شهريا. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك
وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.